لسه مستمرين مع حضراتكم في احتفالاتنا بعيد القيامة، وخلونا نرحب بمعالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. سيادة الوزيرة بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير. وحضرتك طيبة، يعني كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومبسوطين جدا أن حضرتك معانا النهاردة وبتشاركينا احتفالاتنا بعيد القيامة المجيد. يعني الاحتفالات بتاعت الشعب المصري كله والله، ودايما كده متجمعين في المناسبات الجميلة كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. معالي الوزيرة برحب بحضرتك مرة تانية، وكل سنة وحضرتك بألف خير. حضرتك بخير وبصحة وبسلام. اسمحي لي يعني أستغل وجود حضرتك معانا النهاردة ونتكلم إن من أيام تم توزيع جوائز الدولة للمبدع الصغير، عاوزين نتكلم عن الجائزة وأهميتها. جائزة المبدع الصغير دي كانت السنة الثانية، وبتتم طبعا تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية، وده في إطار اهتمام الدولة بتنمية المواهب وتشجيعها ورعايتها. المبدع الصغير مقسومة على مرحلتين سنيتين، من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، ومن سن 12 إلى 18، في مجموعة من المجالات الفنية والثقافية زي كتابة القصة والشعر والغناء والعزف. الجوائز بتتوزع على الأطفال المبدعين بعد ما بيخلصوا التصفيات النهائية، وبتعلن الأسماء الفائزة. بنعمل لهم حفلة في دار الأوبرا بيقدموا فيها الأنشطة بتاعتهم، والدولة بترعاهم بعد كده من خلال وزارة الثقافة، بيقدموا الحفلات وبيقدموا القصص اللي كتبوها بتتم طباعتها. والسنة دي لأول مرة كان في طباعة لفائزة بقصص الأطفال، طفلة عندها 9 سنوات، وعملنا حفل توقيع في معرض الكتاب هذا العام، وكانت يعني مناسبة جميلة جدا وقدوة حسنة للأطفال أنهم يتشجعوا على ممارسة الهوايات الفنية والثقافية. طيب يا دكتور، دايما بنشوف اهتمام كبير من حضرتك في المناطق المحرومة والقرى والنجوع، وبنشوف كمان فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية خلال شهر رمضان. ممكن حضرتك تدينا فكرة أكتر عن هذه الأنشطة؟ هو ما بقاش في حاجة اسمها مناطق محرومة الحقيقة، لأن يعني أذرع الدولة ممتدة لجميع المناطق دلوقتي الحدودية والنائية والقرى، وطبعا ده من خلال مبادرة حياة كريمة. احنا بنشتغل مع مبادرة حياة كريمة في القرى اللي بتدخلها، بنعمل أنشطة فنية وثقافية. عندنا مشروع بتاع مسرح التجوال، عندنا مكتبات متنقلة. المكتبات المتنقلة دي بتجوب القرى والنجوع، وبتروح لغاية أبعد مكان على الحدود علشان يبقى فيه تواجد للثقافة في جميع مناطق مصر. احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم معالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. الحقيقة تهنئة مهمة جدا وتهنئة عزيزة على القلوب جدا. بنشكر حضرتك جدا معالي الوزيرة.